دكتور شكرا. مليكة، نكمل موضوع حلقتنا رمي الجمرات. تفسير حضرتك بتفسري الرمز ده بإيه؟ بصي، هو رمي الجمرات بتبقى على ابليس الشيطان عامه. ف كان يعني بصي، اما يكون ظهرت حاجه زي كده بتبقى فيها اعداء، فيها مرض. يعني سيدنا ايوب عليه السلام كان نجا ربه ان الشيطان مسه، فكان بعدها مسه الضر من الشيطان، فبعدها على طول ربنا نجاه. فاحنا دلوقتي لما بنرمي الجمرات، لما نشوف الرؤيه زي دي، يبقى ربنا هينجينا من ضرر معين، من ضرر بقى مرض، من ضرر وقف حال، من اي حاجه من بلاءات الدنيا. بس لو رماها، لو رماهاش حاجات تانية. طيب حضرتك اول الحلقه خالص قلت لي ان الحج رؤيته معناها اتمام امره وحاجه حاجه كويسه كتير. طب لما حد يكون بيحلم رجع من الحج، الرجوع من الحج، بصي زي ما نقول كده، الانسان بيكون مقبل على خير بعد ما بيعمله وبيتمكن من الامر نفسه، بينسى الخير ده خالص. في ناس كده تعمل اوراد، اول بقى ما خلاص ربنا يسر لها الامر وربنا استجاب دعوتها، تروح مهمله اي حاجه تقربها من ربنا. يعني دوت رؤيه تحذيريه وتنبيه للرأي. طيب هروح بسرعه كده